أسعدتم أوقاتنا أينما كنتم. هذه ساعة إخبارية جديدة كالمعتاد، نسلط خلالها الضوء على جديد وآخر وأبرز التطورات. نتابع فيها جانبا من مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي، ونتابع فيها كذلك الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي تأتي في أعقاب وفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، ونتابع كذلك جانبا من تداعيات المناظرة الأولى للانتخابات الرئاسية الأمريكية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب. البداية ستكون بما يجري في الانتخابات الإيرانية، إذ يواصل الإيرانيون الإدلاء بأصواتهم لاختيار خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، إذا لم يحصل أي من المرشحين على ما لا يقل عن 50% زائد واحد، فإنه سيتعين التحول إلى جولة ثانية بين المرشحين الأعلى في النتائج في أول يوم جمعة بعد إعلان نتيجة الانتخابات. يبلغ عدد من لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات ما يزيد على 61 مليونا. من المنتظر أن تستمر عملية التصويت لعشر ساعات منذ لحظة فتح مراكز الاقتراع أبوابها. وقد تسببت وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تحول أنظار العالم إلى الانتخابات الرئاسية للتعرف على خليفته في هذا المنصب، وقد شغل هذا المنصب 8 من الرؤساء السابقين، لعل أبرزهم محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد والمرشد الحالي علي خامنئي.
سيتعين على الرئيس الإيراني المقبل أن يواجه إرثا كبيرا من الأزمات التي عانتها إيران على مدار سنواتها الأخيرة. يأتي على رأس هذه القضايا التي ستتصدر أجندة مكتبه منذ اللحظة الأولى لتوليه الحكم الملف النووي الإيراني، فضلا عن محاولة إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية التي ترتبت على العقوبات الدولية التي تخضع لها إيران، فضلا عن جملة الصراعات الإقليمية التي تخوضها. إيران البلد الذي يقف على مفترق طرق بعد الوفاة المأساوية للرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مايو الماضي، حيث تتزايد التحديات وتتعدد الأزمات، من الملف النووي المعقد والصراعات الإقليمية إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية والمطالب الشعبية الملحة. في هذه الأوقات العصيبة ينتظر الإيرانيون رؤية رئيس جديد يقود البلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. الرئيس الإيراني القادم يأتي في ظل تهديدات بلاده بتقليص التزاماتها النووية بعد اتهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بمواصلة تخصيب اليورانيوم وزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستوى يقترب من صنع الأسلحة، فضلاً عن عدم التعاون مع مراقب الوكالة الأممية. فالتعامل مع الملف النووي يتطلب من الرئيس الإيراني الجديد مزيجاً من الدبلوماسية الحذرة والشفافية والقدرة على التفاوض بشكل فعال مع المجتمع الدولي، فالهدف الأساسي سيكون الحفاظ على حقوق إيران في تطوير التكنولوجيا النووية السلمية، مع تقليل التوترات الدولية والإقليمية وضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي للبلاد. إيران تلعب دوراً بارزاً في عدة نزاعات وصراعات في منطقة الشرق الأوسط عبر مجموعة من شركائها الذين يشكلون محوراً لنفوذها، فالدعم الإيراني لحزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية وآخرين سبب أزمات جيوسياسية ودبلوماسية مع دول إقليمية، فضلاً عن التوترات الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة التي زادت من الضغوطات الأمريكية والغربية، ما يجعل الرئيس القادم أمام حاجة ملحة إلى استراتيجيات فعالة لبناء جسور دبلوماسية وتخفيف حدة التوترات لتحقيق الاستقرار الإقليمي. كما أن الوضع الحالي في أفغانستان وسيطرة طالبان وضعت إيران أمام واقع جديد يتطلب تعاملاً دقيقاً. أما الاقتصاد الإيراني فيعاني من تضخم مرتفع وبطالة متزايدة وعقوبات دولية صارمة أدت إلى تراجع صادرات النفط وتقييد الوصول إلى الأسواق المالية العالمية وتقييد القدرة على استيراد السلع الأساسية والتكنولوجيا. تتطلب هذه الأوضاع حلولاً جذرية ومستدامة لإعادة بناء الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة، فالتعامل مع قضايا مثل الفقر والبطالة والتعليم والرعاية الصحية سيتطلب نهجاً شاملاً ومتوازناً لإصلاح الاقتصاد والتنسيق الفعال مع المجتمع الدولي من أجل تحسين المعيشة للمواطنين وضمان الاستقرار المادي والاجتماعي على المدى الطويل. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة دكتور محمد عباس ناجي الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور ناجي أهلا وسهلا بحضرتك. هل ينتظر أو يترقب من الرئيس القادم أن يقدم على خطوات تنطوي على تغيير جذري عن الحقبة الماضية أو عن الحقب الماضية التي عاشتها إيران؟ أهلا وسهلا بحضرتك. يعني أنا ما أعتقدش أنه هيكون في تغيير جذري في السياسة الإيرانية لا على المستوى الداخلي ولا الخارجي أيا كان من هو سيكون رئيس إيران في الأيام القادمة، لاعتبارات كثيرة جدا منها أنه أصلا حدود صلاحيات الرئيس أو قدرته على إجراء هذه التغييرات الجذرية هي محدودة أصلا بحكم الدستور وبحكم وجود مؤسسات تانية تزاحمه في إدارة السياسة الداخلية والخارجية، المرشد الأعلى، الحرس الثوري، مجالس أخرى لها دور في هذا الأمر، وبالتالي لن يكون هناك في كل الأحوال تغيير كبير على مستوى السياستين الإيرانية داخليا وخارجيا.
لكن إذا كان الأمر على هذا النحو وكانت سلطات الرئيس في المرحلة الحالية أو أخذا في الاعتبار طبيعة النموذج الإيراني محدودة بهذا الشكل، لماذا إذن يمكن أن يحال من المنبع كما يقولون بين بعض الشخصيات وبين فقط مجرد أن تنال حظها من الترشح؟ حدث هذا في مرتين مع محمود أحمدي نجاد الرئيس السابق، حدث هذا مع بعض المرشحين الآخرين في مناسبات متتالية بينها حتى علي لاريجاني في هذه المرة. يعني أنا أعتقد المسألة لا تتعلق يعني بقدرة هؤلاء أو رغبة هؤلاء في إجراء تغييرات جذرية في السياسة الإيرانية، لأنها تتعلق بأسباب ثانية. يعني أحمدي نجاد على سبيل المثال، النظام الإيراني لم يعتد على مدى 45 سنة أنه رئيس جمهورية سابق يعيد انتخابه أو يعاد انتخابه مرة ثانية لتولي فترات رئاسية مرة أخرى، لم يحدث على مدى الأعوام 45 الماضية. الوحيد الذي حاول أن يصل إلى هذه المرتبة هو الرئيس الأسبق هاشيم رفسنجاني في 2005، وتعرض لهزيمة مدوية على يد أحمد نجاد. بالتالي هذه من ناحية. من ناحية ثانية، علي رجاني يعني حتى لو كان لم يستبعد من مجلس كيان الدستور وترشح وانتخب مثلا، لم يكن متوقع أن يجري مثل هذه التغييرات المطروح، على أنه اولا علي رجاني من طيار المحافظين ومقرب من المرشد، وبالتالي هو حريص على التماهي مع توجهات النظام في كل الاحوال. ربما فقط الخلاف بين او الاختلاف بين هؤلاء المرشحين هؤلاء الشخصيات هي حول ادوات تنفيذ السياسه وليس اجراء تغيير في ثوابت هذه السياسه، العلاقه مع الولايات المتحده، الموقف من اسرائيل، الموقف حتى من الميليشيات او وكلاء ايران في المنطقه. هذه ثوابت متفق عليها من جانب جميع المرشحين حتى بما فيهم مرشح التيار الإصلاحي مسعود بتشكيه. لماذا يمكن أو كيف يمكن فهم هذا العدد الكبير الذي يحدث حالة من التشظي أو الانقسام أو تفتيت الأصوات بالمنطق الانتخابي بين عدد من المترشحين ضمن أو تحت مظلة التيار الأصولي أو التيار الموصوم بين قوسين بالتشدد، قياسا بمرشح واحد من التيار الذي يعرف بالتيار الإصلاحي؟ لسبب بسيط، هو أنه داخل تيار المحافظين الأصوليين هناك صراعات سياسية بين أجنحة مختلفة. يعني النظام الإيراني دائما لم يعتد أبدا على أن يكون في تيار واحد سائد ومسيطر. يعني لما تيار المحافظين الأصوليين سيطر وأقصى تيار المعتدلين وتيار الإصلاحيين عبر يعني بنقول عليها فلترة أو مقصلة مجلس صيانة الدستور، النظام سمح لهذا التيار، تيار المحافظين الأصوليين، بالانقسام والتجاطي. يعني فكرة انشطار النواة، أنه يكون أكثر من جناح سياسي متصارع داخل إيران. يعني على سبيل المثال، سعيد جليلي ومحمد باقر كالباف لم ينسحب أحدهما لصالح الآخر. سعيد جليلي على سبيل المثال رفض هذا الأمر لسبب بسيط، هو أنه حلفاؤه في مجلس الشورى الإسلامي جاءوا في مراتب أولى في الانتخابات مجلس الشورى قبل حتى كالباف. يعني كالباف جاء في المرتبة الرابعة أو الرابعة على مستوى العاصمة طهران. الذين حصلوا على المراتب الأولى قبله هم من حلفاء سعيد جليلي، فهو يعني قال كيف سأنسحب لمرشح يأتي في المرتبة الرابعة؟ وهذا معناه أنه الصراع على أشده داخل تيار المحافظين الأصوليين، وستزايد في حالة ما إذا فاز سعيد جليلي أو كالباف في الفترة القادمة، لأنه سيكون هناك يعني كالباف على رأس رئيس مجلس الشورى وهناك رئيس آخر أصولي وهكذا. وبالتالي هذا الأمر دائما يحدث صراعات سياسية داخل إيران. لكن في كل الأحوال ربما يحدث ما حدث في 2013، وأن تعنت هؤلاء المحافظين الأصوليين وعدم الانسحاب يوفر مساحة أكبر لمرشح الإصلاحيين مثل بوزوش كيان، على غرار ما حدث مع حسن روحاني في 2013. وإن كان هذا الأمر لا ربما لا يكون احتمالا نهائيا أو هو ربما احتمال مطروح، لكن هناك احتمالات أخرى أن ينجح أحد الأصوليين في الفوز بمنصب. إذا ما قيس الأمر دكتور محمد بما جرى في الانتخابات النيابية، الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إيران، فالغلبة كانت بصورة بدت واضحة وفق الكثيرين للتيار الأصولي في إيران. هل يمكن أن يقاس هذا الأمر أو أن يستخدم كمعيار أو مؤشر للنظر إلى الانتخابات الرئاسية بأنه حتى وإن كان هناك تشظي وانقسام داخل الكتلة الأصولية في إيران على مستوى انتخابات الرئاسة، فإنه وفق هذا المعيار تبدو الغلبة أقرب لهذا الفريق؟ يعني أنا أعتقد هناك فارق بين انتخابات مجلس الشورى والانتخابات البرلمانية وانتخابات الرئاسة، وهذا موجود في إيران وفي أي دولة في العالم. نعم.
اعتبارات الانتخابات في هذا الامر مختلفه. يعني الـ 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 الاهم في الانتخابات البرلمانيه هي المساله المعيشيه، المسائل المعيشيه الخدميه والنزعات القوميه، الارتباطات العرقيه القبليه وهكذا. لكن على مستوى الرئاسه هناك قضايا او اعتبارات اخرى زي السياسه الخارجيه على سبيل المثال لم تطرح مثلا في انتخابات مجلس الشورى، وبالتالي هذا الامر يحدث فوارق حتى في انماط التصويت في 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 ايران. لذلك حتى نسبه المشاركه ستتغير. يعني انا لا اعتقد انها ستكون هي نفس المشاركه اللي حصلت في مجلس الشورى 41%، ربما تكون اعلى من ذلك لانه هناك درجه معينه من التنافسيه، هامش معين من التنافسيه في هذه الانتخابات الرئاسيه الحاليه نتيجه انه هناك مرشح اصلاحي واضح نقي هو مسعود بوزوشكيان ينافس ثلاثه من تيار المحافظين. ربما هذا يرفع مستوى المشاركه، خصوصا انه بوزوشكيان كمان محسوب على القوميه الازريه، ربما هذا يدفع القوميات في ايران الى النزول الى صناديق الاقتراع وبعض المواطنين من القوميات للنزول الى صناديق الاقتراع والمشاركه في الانتخابات الحاليه. الحالة التي كانت حاضرة في انتخابات الولاية الثانية لمحمود أحمدي نجاد وما عرف ساعتها بالثورة الخضراء والالتفاف الكبير الذي كان حول مير حسين موسوي ومهدي كروبي، كان هناك تقديرات حتى في بعض التقديرات الغربية بأن هذه ربما تكون علامة فارقة في تاريخ السياسة الإيرانية، وربما في نظر الاجتماع السياسي في إيران بدا ذلك غير حقيقيا او غير واقعيا غير واقعي. دكتور محمد، لماذا تحول الامر او عادت الامور الى السيره النمطيه الكلاسيكيه المعهوده في السياسه الايرانيه؟ لاسباب كثيره، هو انه يعني الضغوط التي يتعرض اليها النظام في ايران ربما دفعته الى تبني هذا الامر، بمعنى انه حدثت في الاعوام الاربعه الخمسه الماضيه احداث كثيره بالنسبه لايران ربما دفعتها الى فكره تغيير الديناميكيه السياسيه داخل إيران. ما كان مسموح به في 2009 لم يعد مسموح به في 2024. على سبيل المثال قتل قاسم سليماني، عملية عسكرية أمريكية قتلت أكبر مسؤول في إيران عسكري مسؤول عن إدارة العمليات الخارجية، وهذه تطمع أنا أعتقد أنه إيران لم تنجح حتى الآن في استيعابها حتى الآن. هذه من ناحية. ما على سبيل المثال آخر، هناك مواجهة عسكرية مباشرة لأول مرة حدثت بين إيران وإسرائيل حتى لو كانت محدودة. هذه المتغيرات أنا أعتقد تؤثر في رؤية النظام الإيراني للتفاعلات على المستوى الداخلي بين القوى السياسية المختلفة. أيضا لابد أن نشير للاحتجاجات الكبيرة اللي حدثت في 2022، احتجاجات مهسا أميني، وحتى حدثت مواجهة عسكرية أخرى بين إيران وباكستان لأول مرة بشكل لافت للنظر. كل هذه المتغيرات هي تفرض رؤية أو تفرض تأثيرا على رؤية النظام الإيراني وكيفية إدارته يعني التقديرات التي تقديرات النظام الإيراني بأن هناك هامشا كان يمكن أن يكون متاحا في 2009 لم يعد هو ذات التقدير الذي يتيح هذا الهامش من جديد في هذه المرحلة. هو لا يستطيع أن يكرر ما حدث في 2009 من الاحتجاجات التي تحولت إلى أزمة سياسية كبيرة، زي ما قلت الحركة الخضراء تحولت أزمة سياسية كبيرة واسعة النطاق داخل إيران. وبالتالي إذا يعني حدث انه تعرض حدث تغير يعني تاثير على عمليه التصويت في الانتخابات الحاليه، والاصلاحيين اعتبروا انه ما حدث في نوع من التزوير او محاوله لابعاد بوزوشكيان عن المنصب وهكذا، ربما يتكرر نفس الامر. هل النظام في وارد ان يواجه هذا الاحتمال؟ انا اشك في ذلك، لانه زي ما قلت لحضرتك هناك ضغوط غير مسبوقه على ايران في اللحظه الحاليه. تصعيد مع إسرائيل قد يتحول إلى حرب اقتربت من حزب الله، وربما تقترب من إيران مرة أخرى، ربما الرئيس ترامب يعود مرة أخرى إلى البيت الأبيض، أزمة اقتصادية داخل إيران وهكذا. وبالتالي كل هذه المتغيرات لا توفر خيارات كثيرة أمام النظام أو حرية حركة في هذا الأمر. لذلك أنا في اعتقادي أيا كان نتيجة الانتخابات أنا أعتقد النظام سيقر بها حتى لو كان الرئيس القادم هو مسعود بوزوشكيان أو مرشح التيار الإصلاحي في هذه الانتخابات. معطيان أو علامتان فارقتان حضرتك أشرت لي إحداها، وهي المرتبطة بالوضع الاقتصادي المرتبط بالأساس بالعقوبات وبالتالي بهامش المرونة الذي يمكن أن يتيحه النظام في إيران
في مسار التفاوض مع الولايات المتحدة بالدرجة الأولى مع قرب وصول الرئيس الأمريكي الذي ليس مستبعدا أن يكون هو نفسه دونالد ترامب الذي مزق الاتفاق النووي الذي كان موقعا فيما مضى. العلامة الثانية أو المؤشر الثاني مستقبل خليفة المرشد علي خامنئي والقولان المستمر في هذه النقطة. إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هاتان المسألتان على الانتخابات في إيران وعلى نظر وتقدير الرئيس المقبل؟ يعني أنا لا أعتقد أن النظام يضع طموحات كبيرة أمام فكرة الوصول إلى اتفاق نووي جديد. أنا لا أعتقد يعني بالعكس، يعني لابد أن نشير أيضا انتخابات الاتفاق النووي في 2025 هيكون مر عليه 10 سنين، يعني وبالتالي يعني قد يتعرض يعني نوع أو احتمال انهيار في الفترة القريبة، خصوصا إذا كان الرئيس الأمريكي القادم هو دونالد ترامب. وبالتالي أيا كان الرئيس القادم إيران، لا أعتقد أنه يعني النظام يضع أمالا كبيرة على الوصول إلى صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وده بدليل حتى تصريحات المرشد من يومين اللي قال للمواطنين ما تنتخبوش مسؤول يعول على الأمريكيين أو يتسول من الأمريكيين كما قال حسب تصريحات المنصب المرشد. أنا أعتقد هناك عملية لاختيار خليفة المرشد لن تتأثر كثيرا أيضا بعملية بمن هو سيكون رئيس إيران، لأنه زي ما قلت حضرتك رئيس إيران أصلا في وضع صلاحياته هو رئيس محدود الصلاحيات، ولن يكون له تأثير كبير لا على مستوى السياسة الداخلية أو المستوى السياسة الخارجية. المرشد أولا مجلس الخبراء هو المخول باختيار المرشد، لكن لو كان الأمر بمنطق إرضاء بعض الفرق بمنصب الرئيس في مقابل التنازل أو غض النظر عن خليفة المرشد الذي يمكن أن يذهب إلى فريق آخر، إذا كان الأمر يقاس أيضا بمعيار التوازنات بهذا الشكل، لا أعتقد أن المسألة تدخل في نطاق مساومة من هذا النوع. يعني ما ظنش، يعني أنا عندما لو كان هذا الأمر المساومات موجودة لم يكن مجلس سنة الدستور يرفض ترشيح مثلا الرئيس السابق الأسبق حسن روحاني في انتخابات مجلس الخبراء على سبيل المثال، لم يكن يستبعد أحمد نجاد من الانتخابات الأخيرة. وبالتالي رؤية النظام في النهاية هي التي تطبق بصرف النظر عن فكرة رضاء طيار سياسي أو عدم رضائه. المسألة بالنسبة للنظام وأنه عندما يختار خليفة للمرشد سيعمل على إقرار هذا الأمر أو تهيئة المجال لأن يكون هذا هو الخليفة القادم لخامنئي، بصرف النظر بقى الإصلاحيين راضين عن ذلك أو لا. لا أعتقد أنه هذا موجود في حسابات النظام أو قيادة العليا. يعني فقط قصدت بسؤالي أنه حتى ضمن الفريق الأصولي أو الفريق المتشدد الذي ربما يكون معنيا أكثر من غيره بهذا المنصب، هناك ربما كما يتصور البعض أن هناك محاولة لطردية فريق داخل هذا التيار في مقابل تيار آخر قد يتم إرضائه بشكل آخر. يعني حتى لو افترضنا أن هذه المساومة ستكون داخل تيار المحافظين، نعم، ستكون يعني المقارنة ظالمة بين منصب المرشد ومنصب الرئيس. يعني ليس من المنطقي أن يرضى طرف أو جناح بمنصب الرئيس ويتخلى عن منصب المرشد على سبيل المثال، نعم، وفقا لهذه المقاربة. وبالتالي في كل الأحوال لا أعتقد أن هذا المنصب معرض لأن يدخل فيه أو يخضع لنوع من المساومة. النظام سيعمل على إقرار خليفة للمرشد مثلا أو شكل القيادة في إيران بعد خامنئي، خصوصا أن الظروف زي ما قلت لحضرتك الظروف الداخلية والخارجية لا توفر حركة واسعة للنظام أو هامش خيارات كبير بسبب الضغوط، الحرب المحتملة مع إسرائيل، الاحتجاجات في الداخل، الأزمة الاقتصادية زي ما حضرتك بتقول، كل ده لا أعتقد أنه يوفر حركة كبيرة أو مناورة كبيرة للنظام في هذا الأمر. شكرا جزيلا لحضرتك من القاهرة دكتور محمد عباس ناجي الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمتخصص في الشأن الإيراني. We're going to tell crooked Joe Biden. Is I believe 100 days. Just about all else. Well, yo! It's dangerous. Take this back. You just like these crowds. Joe Biden is the nominee. Many of the weaponization of the November 5th. أظهر استطلاع أجرته شبكة CNN أن نحو 67% من الذين تابعوا المناظرة الرئاسية الأخيرة يرون أن ترامب كان المنتصر في هذه المناظرة،
وأعرب مسؤولون في الحزب الديمقراطي وفق سي إن إن عن شعورهم بالإحباط من أداء الرئيس الحالي جو بايدن خلال هذه المناظرة، في حين دافعت نائبة الرئيس كامالا هاريس عن الرئيس الحالي جو بايدن بأنه قد يكون بدأ المناظرة ببطء لكنه أنهاها بقوة وفق تعبيرها. وقد كشفت المناظرة التي جرت بين الرئيس الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب عن محور السياسة الخارجية للولايات المتحدة خلال سنوات الحكم التالية، وتباينت وجهتا نظر كلا المرشحين تجاه الملفات الرئيسية كدعم أوكرانيا واستمرار العضوية في حلف الناتو والنظر إلى ما يجري في قطاع غزة. لم تعد سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية خلال الأربع سنوات القادمة خفية بعدما كشف عن ملامحها المرشحان المتنافسان على منصب ساكن البيت الأبيض القادم. ورغم اختلاف وجهتي نظر الرئيسين الحاليين جو بايدن والسابق دونالد ترامب خلال المناظرة، إلا أن كل منهما حمل في رأيه ما يخطب به ود مناصريه ويخدم مساعيه لحسم المنصب. ولخص بايدن رؤيته تجاه حرب غزة حول مقترحه المكون من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب، والذي يبدأ بوقف إطلاق النار مع وضع شروط لاستمرار الهدنة وصولاً لإنهاء الحرب، زاعماً بعدم قبول حركة حماس لهذا المقترح ومتعهداً بمحاولة القضاء عليها في قطاع غزة، كما أنهت واشنطن حياة أسامة بن لادن. كما اعترف بايدن خلال حديثه عن حرب غزة بمنح إسرائيل أنواعاً من القنابل لا تعمل بشكل جيد في المناطق السكنية، ومتعهداً باستمرار واشنطن في حماية أمن إسرائيل كأكبر داعم لها في العالم. بينما اكتفى دونالد ترامب بالتنويه بأنه في حال توليه الرئاسة فسيحث إسرائيل على إنهاء عملياتها العسكرية في قطاع غزة، ومتعهداً باستمرار دعم واشنطن لإسرائيل ومذكراً بما قدمه لها خلال فترة رئاسته. وفيما يخص أوكرانيا، شدد بايدن على استمرار دعم واشنطن لأوكرانيا، مؤكداً أن بلاده تدعم كييف عسكرياً بينما يتحمل حلف الناتو تمويل ذلك، مؤكداً أن دعم أوكرانيا هو حائط الصد الدفاعي عن أوروبا كلها، وأن فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالحرب سيعزز من فرص موسكو لاقتحام دول أخرى في أوروبا، واصفاً خطوات بوتين الحالية تجاه أوكرانيا بأحلامه في عودة إقامة الإمبراطورية الروسية مرة أخرى. بينما اتهم ترامب بايدن خلال المناظرة بمحاولة إشعال حرب عالمية ثالثة من خلال إنفاق أموال واشنطن على دعم أوكرانيا دون فائدة أو طائل، واصفاً قرار بايدن بالخاطئ في إنفاق هذه الأموال وأهمية ضخها في الاقتصاد الوطني، ومتعهداً بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في أسرع وقت ممكن حال توليه الرئاسة الأمريكية. أما الحليف الأثير لأمريكا وهو حلف الناتو، فهناك تباين واضح بين بايدن وترامب حوله، إذ يرى بايدن استمرار واشنطن في دعم الحلف مع استمرار التهديدات الروسية للأمن الأوروبي، وفي المقابل قلل ترامب من أهمية حلف الناتو وتعهد بعدم استمرار تمويل الحلف إذا لم تفي الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه تمويل الحلف، مؤكداً أن استمرار واشنطن في تمويل الحلف سيصل بالبلاد إلى طريق مسدود من التضخم والديون. ويرى مراقبون أن أولويات المتنافسين تعكس اختلافاً واضحاً بين الرجلين، لكنه سيظل خلافاً في الآراء من الممكن أن يكون قابلاً للتغيير مع فوز أحدهما في الانتخابات القادمة.
من العاصمة الأردنية عمان ينضم إلينا عادل محمود الكاتب والباحث السياسي. أستاذ عادل أهلا وسهلا بك. في البداية هل يمكن أو بالأحرى إلى أي مدى يمكن أن تؤثر أصلا هذه المناظرات في سير مستقبل الانتخابات وميول المواطنين الأمريكيين تجاه المرشحين؟ أستاذ عادل تسمعني؟ سنعيد من جديد الاتصال بضيفنا من عمان الأستاذ عادل محمود. لكن على أي حال هذه المناظرة التي شكلت سابقة فريدة في زاويتين أساسيتين، الأولى هو المستوى العمري الذي ينضم إليه كلا المرشحين. هذه المناظرة بين أكبر مرشحين من الناحية العمرية، 78 عاما لمرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، 81 عاما للرئيس الحالي مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن. اللافت للغاية أيضا أنه وبصورة رسمية كلا المرشحين لم ينالا الورقة النهائية من حزبيهما لنيل صفة المرشح، وإن كانت التقديرات بطبيعة الحال تذهب إلى منحهما بالفعل صفة المرشح، وبالتالي كانت هذه مسألة لافتة. والجزئية الأخرى كما أشار إليها الأمريكيون أنها تأتي في وقت مبكر للغاية قبل الإجراء الفعلي لهذه الانتخابات في نوفمبر المقبل. من جديد نعيد الترحيب بضيفنا من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي عادل محمود. أستاذ عادل، إلى أي مدى يمكن التعويل أصلا على قضية المناظرات أو على مسألة المناظرات؟ يبدو أن ضيفنا من العاصمة الأردنية عمان أيضا يبلغنا الزملاء بأنه ليس حاضرا معنا الآن. على أي حال من بين ما كان حاضرا في تسليط الضوء كانت لغة الجسد التي ظهر عليها كلا المرشحين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب خلال هذه المناظرة الرئاسية. سنحاول أن نسلط الضوء أيضا على بعض جوانبها. من دبي الآن ينضم إلينا شهاب عمار المعني بهذه المسألة. سيد شهاب أهلا وسهلا بك. ما الذي كان لافتا في لغة الجسد لكلا الرجلين بالأمس؟ صدى الله أوقاتكم بكل خير وشكرا جزيلا على هذا السؤال. في الواقع يعني لغة الجسد في موضوع خطاب مثل خطاب أو لقاء المنافسة الانتخابية الذي يحدث عادة كطقس أمريكي من 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 وجود الولايات المتحدة الأمريكية من أيام جون كينيدي، وأهمية هذا اللقاء الذي يعني يحدد مصير الأمة الأمريكية على مستوى وجود الشخص القائد اللي فيها. وطبعا اللي يفوت كثير إنه كلاهما جون بايدن وترامب ظهرا بطريقة مختلفة جدا عن أدائهما خلال عوامهم الرئاسية. فنحن عم نتكلم عن رجلين، الأول عمره 81 سنة والآخر عمره 78 سنة، فهو خطاب شيخوخة أولا، ففيه نضج كثير وفيه دلالات كثيرة وفيه ملامح كثيرة، سواء مما يتعلق بتفاصيل وتعبير العين الدقيقة أو الوجه الدقيقة أو لغة الجسد اللي احنا نرصدها بشكل كبير. لأنه بالنسبة لنا في مثل هذه اللقاءات وبالنسبة للشعب الأمريكي أو النخبة النفسية في المجتمع الأمريكي، ما لا يقال في هذه الخطابات هو ما يقال. لذلك في رصد بسيط كانا مختلفين جدا، حتى ترامب لأول مرة يظهر تعبير ملامح وجه تدل على الجدية وعلى الصعوبة وعلى الغضب وعلى التحدي الحقيقي. وبنفس الوقت كان يعني عنوانين للغته، إذا أردنا أن نفسر لغة ترامب فكان الجدية والغضب وبنفس الوقت اللامبالاة، وهذا واحدة من ملامحه في لغة جسده الطبيعية اللي هو قدر يرسمها في أذهان ولا وعي الجمهور العالمي بهذه الطريقة. مع أنه بمناسبة الجمهور سيد شهاب، كان لافتا أيضا من بين ما تفردت به هذه المناظرة أن المناظرة كانت في قاعة تخلو من الجمهور، تخلو من الحضور بالنسبة للحاضرين. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر عنصر كهذا على أداء كلا الرجلين كلا المرشحين، أخذا في الاعتبار الحالة أصلا التي يتمتع بها أحدهما وهو دونالد ترامب الذي يعرض الزملاء لجانب من هذه المناظرة هو لا يتوقف عن تحريك إحدى يديه ضمن خطابته أو حديثه؟
نعم، طبعا هذه الملاحظة مهمة جدا، لأنه عادة بيكون دائما في جمهور ويتم أسئلة مباشرة، لأنه ظروف بصراحة يعني بالنسبة لي غامضة، وهذا يعني لي شيء آخر، وبالذات وجود شخص مثل بايدن بظروف صحية بعتبرها خارج عن المألوف، سواء كان مثل ما بيقول الناس هو روبوت أو هو هيكل شمعي أو هو ما تم تعديله كإنسان ليصل إلى هذا المستوى بهذا العمر وبهذه الآلية، فالكل يصفه بتمثال شمعي يقوم بحركات ومبرمجة معينة. وفعلا ترامب من 3 سنوات تم تغيير كل شيء في ملامحه وقدراته، وقد يكون هذا هو سبب عدم وجود جمهور بالنسبة لي، وهذا ما أربك ترامب، لأن ترامب عادة هو يتبع مدرسة خاصة في لغة الجسد، نحن ندعوها The Naked Diplomacy، وهو مصطلح الدبلوماسية المجردة في لغة الجسد بلقاءاته وبتعبيراته الخاصة، فهذا أفقد ترامب قدرة كبيرة، أنه هو يعتمد على أخذ طاقته من الجمهور كما رأيناه في كثير من لقاءاته أو ظهوره بين الجمهور، فهو يتغذى وهو يتبادل ويأخذ طاقة من الجمهور ويبادلهم هذه الحركات. مع ذلك استطاع ترامب أن يعبر بحركة جسده المعتادة، أي الدبلوماسية المجردة اللي اعتدناها منه، واللي هي بالنسبة لنا كل حركة يقوم فيها ترامب كانت مدروسة أثناء ظهوره إلى العالم أو وقبل ذلك، فهو كان يتقصد بكل حركة معنى ورسالة معينة سواء للوعي أو اللاوعي الجمعي وجمهوري. بالنهاية جمهور يعني لما نحكي عن مقام رئيس الولايات الأمريكية أو واحدة مثل رئيس روسيا أو كذا، هذول بيكون بلغة الجسد يعني مواصلين بمراحل أعلى وأذكى من إدراك ذاتي للناس العاديين أو لللاوعي. وجود الجمهور كانتراكتيف أو كتفاعل حضوري في داخل الاستوديو يؤثر جدا وله شأن جدا في تفاعل الرئاسيين، هذا يريح بايدن ويربك ترامب. هل يختلف استقبال هذه الإشارات أو هذه الحركات التي يبديها أي مرشح، نحن نتحدث في هذه الحالة عن مرشح لرئاسة الولايات المتحدة وهذا منصب بالغ الخطورة، هل استقبال الفئة العمرية للحركات للغة الجسد هذه تختلف؟ هل يمكن أن يفضل البعض من شريحة عمرية ما أن يكون أن يظهر الرئيس قدرا من الرصانة والوقار والاتزان والحركات المنمقة إلى حد ما، بينما تفضل شريحة عمرية أخرى ذلك الرجل الذي يميل إلى الصخب والضوضاء والحركات التي فيها قدر من الانفعال؟ سؤال جميل. إلى ما قبل ترامب كان هذا شيء أساسي، يعني كان أبرز ظهورين للرئيس الأمريكي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية هو ظهور جون كينيدي وكيسنجر، اللي بسبب هذا الظهور وبسبب هذا اللقاء ظهر كينيدي مخاطبا لفئة عمرية معينة ولجمهور معين وللسيدات أكثر من الرجال، فتم التصويت له أكثر أثناء ذلك، كثير مهم الموضوع. لكن ما قلب الآية في هذا التاريخ أو بالقرن الماضي هو ترامب نفسه. ترامب أخذ مسار، يعني هي نظرية نسميها الدبلوماسية المجردة، ظهرت في أوائل هذا القرن وتبناها ترامب ونجح بخطف قلوب كل الناس وبالذات الفئة العمرية اللي هي تحت سن 17-18، اللي اليوم أي حدا بالكرة الأرضية بيعرف ترامب وبيوده بلغة جسده بطريقة تعاطي التعبيرية الطبيعية المجردة اللي اعتاد علينا عليها. طبعاً الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد نظام مش مثل الصين، مثل الصين في مجالس هي تنتخب الرئيس، أما على الصعيد الشعبي يمكن جدا خداع الصعيد الشعبي بمثل هذه اللغات التي تحب أن يكون رئيسها أو قائدها القادم أو قائدها قادر على مثال زمام المرور يعبر فيها بلغة الجسد لللاوعي الجمعي أو اللاوعي الفردي، فبالتالي موضوع مؤثر جدا طبعا في موضوع الفئات العمرية وفي أسلوب التصويت الذي يتم فيها انتخاب الرئيس الأمريكي. فطبعا شعب مثل الشعب الأمريكي بحسب الترندنج اللي عايشين اليوم الشعب الأمريكي هو شو، فاشينيستا أو ما شابه وما شابه وما شابه، وغير مثلا مصير حدا مثل الرئيس الأمريكي أو الرئيس السوري الذي يحكم أسلوب تصويت وأسلوب انتخاب آخر. فأنت بالصين بتحكي مع نخبة من الناس يجب أن يكون جدي ورصين وكمان كلاسيكي، وهذا ما حاول بايدن أن يفعله في ظهوره بهذه الطريقة، يعني وكأنه شخص مبرمج من عام الثمانينات والتسعينات من مفهوم حزبه لأن يكون بهذه الدبلوماسية، وهذا الدبلوماسية في الأجوبة والدبلوماسية في حتى ملامح. سيد شهاب أخيرا، هل لمست تغيرا مع تحييد عنصر العمر الذي يشكل علامة فارقة مع الأخذ في الاعتبار أيضا العامل الصحي لكل الرجلين وتحديدا لجو بايدن، هل لمست تغيرا ما طرأ على نمط التعامل الحركي للمرشح دونالد ترامب قياسا بما كان عليه الحال عندما ترشح في الانتخابات التي أتت به رئيسا قبل ذلك؟ لأول مرة أراه حذرا،
يعني لأول مرة بلغة جسده أراه حذرا، طول عمره منطلق ومتفاعل بطريقة كبيرة. ولكن بصراحة ما وراء هذا الحذر والخوف قد يكون من المناظرة نفسها أو من نتائج هذه المناظرة برأيي الشخصي، ولكن كل ملامح وتعبير الدقيقة والعامة والخارجية والداخلية في الأوتبام من الله تبع لغة جسده كان حذرا، وهذا شيء بالنسبة لي جديد جدا كخبير في لغة الجسد وخبير في السلوك، ووراه أشياء أخرى سنراها فيما سيحدث في الأمور القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك من دبي شهاب عمار المعني بلغة الجسد وبحركتها، شكرا جزيلا لك. استشهد 11 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون في قصف لقوات الاحتلال على مناطق متفرقة في أنحاء قطاع غزة. وقد واصلت دبابات الاحتلال التقدم في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بغطاء جوي. وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه جرى نقل جثامين 7 من الشهداء و30 مصابا إلى المستشفى المعمداني. وأفادت فرق الدفاع المدني في قطاع غزة بأن هناك أعدادا من الشهداء لم يتمكن من الوصول إليهم. وفي جنوب القطاع تقدمت دبابات الاحتلال نحو منطقة الشاكوش في مواصي رفح في أقصى جنوب القطاع، وأطلقت قذائفها نحو المتنزه الإقليمي جنوب خان يونس. وقد قصفت مدفعية الاحتلال حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وسط القطاع مع استمرار محاولات التوغل لليوم الثاني. وتسببت العملية العسكرية المباغتة التي شنتها قوات الاحتلال على الشجاعية في استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين. Is the airstrike not right now? The airstrike right now. And as you can see, as you can hear, the airstrike, as you can see. أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن أكثر من 625 ألف طفل في قطاع غزة باتوا من دون تعليم منذ أكثر من 8 أشهر. وأضافت أونروا أن نصف هذا العدد كان لأطفال في مدارس أونروا قبل بدء إسرائيل عدوانها على القطاع. وقد أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فليب لازاريني أن العدوان على غزة يؤدي إلى فقدان 10 أطفال ساقا أو ساقين في كل يوم. وأضاف أن 10 أطفال في اليوم يعني نحو 2000 طفل بعد أكثر من 260 يوما من هذه الحرب التي وصفها بالوحشية. وفي مشاهد مؤثرة للأطفال المرضى المصابين بالسرطان قبيل مغادرتهم غزة، تشبث الأطفال بأمهاتهم بينما كانت أعينهم تنهمر بدموع وألم للفراق. في قطاع غزة تتشابك معاناة ألم الجسد مع معاناة فراق الأطفال عن أهلهم وأمهاتهم بشكل مؤلم ومأساوي. الأطفال الذين يعانون من الأمراض الخطيرة كالسرطان يجدون أنفسهم مجبرين على فراق من تبقى من عائلاتهم للبحث عن علاج خارج قطاع غزة. أنا مأورة من قلبي، يعني إنه هو أصلاً تعبان، هو عندي هو مش قادر يتحكم ولا يتعالج، فكيف هلا أنا بدي أسيبه هو 5 سنين عمره؟ إنه هيك يعني أنا مش عارفة أصلاً كمان وريها يا حقيقي مستشفى إحنا مش عارفين، وبس اطلعوا على البسط وخلص، يعني كله في المجهول كله، إحنا مش عارفين حاجة يعني أصلاً. لم يتركهم المرض الخبيث كما لم يرحمهم الاحتلال الإسرائيلي، فالاثنان خبيثان ينهشان أبدانهم الصغيرة ويتغذيان على مستقبلهم وأحلامهم. وهنا يأتي الفراق والألم ليمثلان مشهداً مأساوياً في غزة،
يتشبث الأطفال بآبائهم وأمهاتهم ويتبادلون القبلات والأحضان بدموع منهمرة خوفاً من مصير عدم اللقاء. سوء تغذية، اللي بأكل، فيش إمكانيات، فيش علاج، فيش أدوية، فيش تحاليل، كله ما فيش بموتنا وإحنا عايشين بالبطيخ. ليش يعني؟ ما إحنا بني آدمين، الله خلقنا وكرمنا، ليش هيك هم استهتروا فينا وبحياتنا وبمشاعرنا؟ ليش؟ هذا الفراق القصري يترك جروحا عميقة في نفوس الأطفال وأهلهم، فهي معركة تجمع بين الألم الجسدي الذي يتطلب العلاج المستمر والفراق العاطفي الذي يعيشونه يوميا، ما يبرز الحاجة الملحة لدعمهم النفسي والعلاجي لمواجهة هذه التحديات والعودة ثانية لأحضان أمهاتهم وعوائلهم بعد رحلتهم الشاقة نحو الشفاء والأمل. من القاهرة تنضم إلينا الآن إيناس حمدان، القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة أونروا في قطاع غزة. سيدة إيناس، أهلا وسهلا بك. وفق التقديرات التي نشرتموها من أن 625 ألف طفل باتوا من دون تعليم، من دون الدخول إلى الفصول الدراسية، هذه المشكلة ما الذي تمثله بالنسبة لكم، وهل هناك أفق للحل؟ شكرا على الاستضافة. يعني بالتأكيد هذه يعني مأساة أخرى تضاف إلى المآسي المتعددة والقاتلة ربما التي يعاني منها الشعب الفلسطيني المدنيين الأطفال هنا. هذه حرب على الأطفال، يعني منذ أكثر من 8 أشهر لم تقدم أي خدمات تعليمية لهذا العدد الكبير من الطلاب والطالبات. بالتالي ما يحدث هو ضياع لجيل كامل عام، يعني نحن نقترب من العام بدون خدمات تعليمية، بدون تعليم، بدون إذهاب إلى المدارس. المدارس إما أنها مدمرة، شاهدنا كيف أن معظم المنشآت لدينا دمرت بشكل جزئي أو كامل. المنشآت المتبقية هي يعني متضررة بشكل كبير، وهي تستخدم كمراكز للإيواء، يعني بدل أن يذهب الطالب ويتلقى خدمات تعليم ينام في هذه المدرسة ويلجأ إليها، يحاول احتماء من القصف فيها. بالتالي نحن نواجه الآن كارثة جيل كامل لم يتلقى خدمات تعليمية، وهم بحاجة ماسة لهذه الخدمات، بحاجة أيضا لتدخلات نفسية اجتماعية. سيدة إيناس، بذكر المدارس التي دمرت والتي كانت تابعة لوكالة أونروا، هل لديكم إحصاء محدث حول المدارس التي جرى تدميرها بصورة كلية أو جزئية، كما تابعنا حتى بعض اللقطات المصورة والتي توثق عملية الاعتداء من جانب طيران ومدفعية الاحتلال؟ الضرر ضخم جدا، يعني نحن نتحدث عن تقريبا أكثر من 190 منشأة أونروا، وعدد كبير من هذه المنشآت، أكثر من 70% منها مدارس. بالتالي هناك كبير من المدارس إما دمرت بشكل كلي، هناك مدارس دمرت بشكل كلي، أو مدارس دمرت بشكل جزئي وتحتاج إلى إعادة تأهيل، إعادة بناء، إعادة إصلاح. 300 أكثر من 300 ألف طالب كانوا يذهبون إلى مدارس الأونروا، النصف الآخر كان يذهب إلى مدارس أخرى تابعة للحكومة مثلا أو مدارس الخاصة. ولكن بشكل عام الضرر الذي لحق بالطلاب هنا ضرر كبير جدا على المستوى التعليمي، على المستوى النفسي، وللأسف لا يوجد أي أفق حتى هذه اللحظة لإنهاء هذه الحرب. نتمنى قريبا أن يكون هناك وقف إطلاق نار حتى نستطيع تنفيذ خطط يعني تعليم في الطوارئ مثلا أو ما شابه، لنستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه. بالتأكيد هناك يعني مبادرات لنقل فردي وجمعية من بعض الموظفين لدينا إعطاء بعض الدروس مثلا داخل الخيام أو داخل بعض المدارس المدمرة. هناك 300 متخصص في الصحة النفسية يقدمون خدمات دعم نفسي للأطفال، أكثر من 400 ألف طفل تلقوا هذه الخدمات في قطاع غزة. ولكن هذا كله لا يكفي إذا أردنا بالفعل مواجهة هذه الكارثة، وكما ذكرت إنقاذ ما يمكن إنقاذه. يعني الأطفال يعانون من جميع أصناف العذاب في هذا الحق، خوف، رعب، مآسي، لا يوجد بيوت، يعيشون في الخيام، يشربون مياه ملوثة، غذاء كافٍ، البنى التحتية بشكل عام مدمرة. يعني حتى المدارس كمبنى كمباني هي مدمرة، ولكن البنى التحتية، الطرقات، شبكات الصرف الصحي، كل هذه تقريبا مدمرة. يعني إذا نظرنا إلى الصور الخارجة من قطاع غزة لا نكاد نتعرف
واللافت انه حتى في بعض الاحيان ويعرض الزملاء لبعض هذه اللقطات لمدارس ومؤسسات الأونروا والتي تحولت على يد قوات الاحتلال في بعض الاحيان ليس فقط الى مبان مدمره بالكامل ولكن حتى في بعض الاحيان الى مراكز قياده يستخدمها جيش الاحتلال. على هذا النحو سيدة ايناس، لو افترضنا ان الحرب هذه توقفت في غضون ايام او اسابيع او اكثر من ذلك، هل يمكن جبر هذا الضرر بالنظر الى حجم الضرر الكبير الذي اشرت اليه؟ السؤال سيدة ايناس تسمعيني؟ السؤال اخر جزئيه من السؤال اللي بسمعها. انا ساعيد طرح السؤال على حضرتك، اذا مفترضنا ان الحرب هذه توقفت خلال اسابيع او اكثر من ذلك، هل يمكن جبر الضرر بالنظر الى حجم الدمار الكبير الذي خلفته هذه الحرب او هذا العدوان على منشات الأونروا وتحديدا مدارسها؟ يعني بالتأكيد هناك خطط وهناك يعني طرق ربما لإعادة تأهيل هذه المنشآت، ولكن المعضلة هنا أنها تحتاج أولا إلى فترات طويلة وتحتاج إلى جهود جبارة. الأونروا أصلا تعاني من عملية، صحيح أن هناك الأونروا كانت قد أطلقت نداء استغاثة ب 1.2 مليار دولار من أجل يعني تقديم جمع الأموال الكافية لمواجهة مثل هذه الكوارث، ومن ضمنها أيضا ما يتعلق بالمنشآت. بشكل أو بآخر لا يزال الطريق طويل لنقل لكي نستطيع فعلا إذا ما توقفت الحرب أن نواجه هذه الأزمات. يعني الأيام التي ستلحق بوقف إطلاق النار ستكون أيضا أيام ليست سهلة، والطريق لازال طويلا في هذا الإطار تحديدا. بالنظر إلى مستقبل قاتم حقيقة إذا كان الواقع على النحو الذي نتابعه الآن، ما الارتدادات المستقبلية على جيل كامل من أطفال قطاع غزة الذين لا يزالون على قيد الحياة وقد عايشوا مرارة وقسوة هذه التجربة وعايشوا كذلك واقعا تعليميا ودراسيا بالغ السوء على هذا النحو؟ يعني حياة مليئة بالمعاناة تنتظر هؤلاء الطلاب، يعني هم يعيشون واقع مؤلم جدا مليء بالفقد مليء بالرعب والخوف، ولا ننسى أن معظم هؤلاء الأطفال يعانون من صدمات نفسية يحتاجون إلى تدخلات نفسية على نطاق واسع، يحتاجون إلى علاج سواء تقديم خدمات صحية مثلا، معظمهم جرحى ويحتاجون إلى برنامج كامل لتقديم الخدمات النفسية و يعني التدخلات النفسية لمعالجة الصدمات الحادثة. يعني هم يشهدون حرب بشكل يومي منذ أشهر، يشاهدون مشاهد دامية بشكل يومي، كل هذا سيؤثر على صحتهم النفسية بالدرجة الأولى. ولا ننسى أيضا أن عدد كبير من الأطفال هم في إعداد الجرحى ومعظمهم لا يستطيعون الخروج لتلقي العلاج. عدد قليل مثلا ذكرتم في التقرير بأنه تمكنوا من المغادرة عبر معبر كرم أبو سالم بتنسيق مع بعض المؤسسات الأممية، ولكن هناك آلاف من الأطفال يجب أن يخرجوا لتلقي العلاج. المشافي أغلبها خرجت عن الخدمة، والمشافي الموجودة لا تستطيع تقديم كل الخدمات الضرورية. معظم الأطفال يحتاجون إلى عمليات، إلى تدخلات جراحية، علاج على مدى طويل، بالتالي ينتظرون مستقبل بالفعل قاتم هؤلاء الأطفال. هذا إذا ما تحدثنا أيضا عن العملية التعليمية التي ستحتاج إلى فترة لإعادة يعني تنفيذها بالقدر الذي يسمح بإعادة بالسماح لهؤلاء الأطفال العودة إلى مقاعد الدراسة. غزة أصبحت مكان يعني من الخراب إذا صح التعبير، بالتالي التعامل مع هذه الأزمة سيحتاج وقت طويل وجهد كبير، وجهد ما بين المؤسسات والأونروا وغيرها من أجل يعني رسم إلى حد ما متفائلة للمستقبل. شكرا جزيلا لك من القاهرة إيناس حمدان، القائمة بأعمال مدير مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مدير مكتب الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا بقطاع غزة، شكرا جزيلا لك. نلتقي في نشرة إخبارية مفصلة عند رأس الساعة بحول الله.